يا تنحل هاي الصفحة الجميلة. لو أنا نقلت أي صفحة هاي؟ 76. السلام. لو نقلت هذا المقدار الجميل إلى الطرف الآخر، شو راح تصير إشارة الخمسة؟ سالب 5. يعني حصير عندي x سالب 5 على x سالب 5، شو راح يعطيني؟ 1 صح؟ حيعطيني 1، ما هي؟ معناتها x شو تساوي؟ 4 بكل بساطة. اتفقنا؟ برجع بعيد يا ابراهيم. طيب نقلت هذا المقدار الجميل للطرف الآخر، صار عندي x ناقص 5 على x ناقص 5. شو بتعطيني؟ 1. 1 بين للطرف الثاني، شو بصير؟ ناقص 1، يعني x 5 ناقص 1 تساوي 4. العدد اللي بعده، التمرين اللي بعده. نقول هذا الكسر الجميل للطرف الآخر شو بصير إشارته؟ سالب 2، يعني x سالب 2 على x سالب 2 شو بيعطي؟ 1 صح؟ زائد x ناقص 2 على 3 شو بتساوي؟ x ناقص 3 على 2. هلا شو راح أعمل؟ بصراحة ما في قدامي إلا واحد المقامات. نضرب اضرب إذا بدك 6، 6. نضرب 2 و6؟ لا ما مشي حالها. هلا أنا إذا كان عندي x على 2 تساوي x على 3، بحق لي اضرب هون ب 3 وهون ب 2؟ لا اضرب بش قد؟ لازم اضرب بنفس المقدار، مضاعف المشترك من اول الدرس اللي عم نحكي بالحكي. لكن لو بينهم سالب او موكب عادي لو كان الطرف واحد والطرف الثاني صفر. طيب او فينك تضرب البسط والمقام اذا بدك. يعني انت اذا كان عندك x على y فينك تضربي هون ب 3 وهون ب 3، ومثلا عندك على بي اضربيها ب 2 ب 2. بس انا هون ما بستفيد شيء اذا ضربت ب 3 الطرفين، شو البسط والمقام انه بيضرب الطرفين. راح اضرب هون بستة وهون بستة وهون بستة، وقت اضرب بستة شو بتصير هاي؟ ستة هون، ستة تقسيم ثلاثة 2، معناتها 2 اكس ناقص 4، وهون شو بتصير؟ 3 اكس ناقص 9 صح؟ نقل اكس لهون صار عندك اكس وحدة، هون عندك 2 ونقلتي لها 9 شو صارت؟ 11 صحيح؟ اللي بعده السؤال الثاني. السؤال الثاني شو بلاحظ؟ بلاحظ انه عندي تقريبا نفس المقام، تمام؟ تعال نجرب، تعال ننقل هذا للطرف الثاني، شو بصير معي؟ بصير معي 4x ناقص 3x شو بيعطوا؟ x، و1 ناقص 2 سالب 1 على x سالب 1، وزائد 4 شو بتساوي؟ تساوي x. معناتها صار طبعا هذا شو بيعطيني؟ 1x شو بتساوي؟ تساوي 5 وسيد. جواب 5. اللي بعده. اللي بعده 2 اكس ناقص 3 حلوين، بس هي 3 ناقص 2 اكس، راح اعكسها بتصير ناقص اكس، وهي شو بتصير بدال هيك؟ 2 اكس ناقص 3، يعني غيرت الاشارات فوق وتحت، تمام؟ صار عندي 3 ناقص 2 اكس، 3 ناقص 2 اكس على 2 اكس ناقص 3 بتساوي اكس زائد 6. هدول وقت يروحوا شو بيعطوني بدالهم؟ ناقص 1 لانه العكس بعض، صح؟ بصير معي اكس شو بتساوي؟ ناقص 7. اذا كان عندي اكس ناقص واي يا ابراهيم على واي ناقص اكس دائما شو بيطلع الجواب؟ لانهم عكس بعض، تمام؟ طلع الناقص على المشترك بصيروا مثل بعض. نتيم دالي شوي. تمرين اخر جميل. اللي فوق نفس الشيء. ايه عندهم نفس المقام تقريبا صح؟ فهي شو بتصير؟ بدل ما تصير 14 ناقص 3x، 3x ناقص 14 صح؟ 2x و 3x 5x، 4 وناقص 14 ناقص 10 على احنا عكسناها لهي x ناقص 2، x ناقص 2 شو بتساوي؟ 3. هلا راح طالع من هون عامل مشترك، تمام؟ راح يصير معي 5 اكس ناقص 2 على اكس ناقص 2 شو بتساوي؟ تساوي 3. بتروح هي مع هي شو ضل معي هون؟ 1. هل في عدد بضربه ب 5 بيعطيني 3؟ لا ما موجود، وبالتالي بتروح شو بصير معي؟ رجع Thank you.
لو حبيت تضرب ضرب تقاطعي راح يطلع معك جواب ايش قد؟ 2. بس 2 شو؟ 2 مرفوض لانه ما بصير المقام صفر اذا تنتبه. تمام؟ اتفقنا؟ انت حليتها بكل طيبة قلب، ضربت هيك ضرب تقاطعي حليت، قام طلع معك اكس يساوي 2 واخترت 2، حاطط لك 2 لانه هو ما طيب القلب، بس انت طيب طيب. فلا هو الجواب ما 2، جواب لا يوجد حل. ليش؟ لانه ما بصير اكس يساوي 2. تمام؟ انتبه. يلا اللي بعده بعد جد. على هون 5 ناقص اكس لو طرف نقلت للطرف الثاني شو بتصير؟ تنعكس اشارته شو بتصير؟ 5 زائد اكس، وهون عندي مين؟ 5 زائد اكس، واكس زائد 1 زائد 4 شو بتصير؟ لا ليش؟ هي زائد، شوف راح اغير اشاره المقام فقط، انا بغير اشاره يا البسط يا المقام، هالمره لزمني انه اغير اشاره المقام. غيرت اشارته كله؟ لا يا البسط يا المقام، هنغير اشاره المقام كامل. لك لك اكيد لك، فبصير عندي اكس زائد 5، نقلته للطرف الثاني صار عندي نفس المقام صحيح؟ ففينا نجمع البسوط، اكس زائد 1 زائد 4 يعني اكس زائد 5 صحيح؟ زائد 2 اكس ناقص 4 شو بتساوي؟ تساوي 7 صحيح؟ هدول بروحوا شو بيعطوني؟ 1 يعني ناقص 30، نقول لهون شو صار؟ زائد 3 يعني اكس ايش قد؟ اي والله 5. يلا اللي بعده شو؟ راجعينا 2 اكس ناقص 4 زائد 1 ناقص 3، يعني 3 بصير زائد 3، 7 زائد 3 10، اسمع 2 5. اللي بعده مثله اكس ناقص 1 اكس خلص لا تخليها هي زي هذا التمرين اخر واحد. مين بيعطيني الحل؟ عم اقول لك الاساتذه اللي بحطوا الاسئله اشرار وانت قلبك طيب. ما فينك تاخذ الحل اللي هو اكس تساوي 2 لانه بالمقام شو بصير بعدين؟ صفر، يعني هذا ما فينك. ما فينك تاخذ اكس تساوي 3 لانه ما بصير المقام يساوي الصفر، يعني هذا ما بتاخذ. ما فينك تاخذ اكس تساوي ناقص 1 لانه المقام بعدين بصير. ما فينك تاخذ اكس تساوي ناقص 2 لان المقام بصير صفر. قلت لك اشرار، حاط اسئله شرير، بدي اياك توعد توحد المقامات، وامتى بتخلص توحيد المقامات؟ يا بكره يا بعد بكره، هذا اذا انحل معك التمرين. صح؟ وهيك بنكون خلصنا حفله اليوم،